تعرفي إن أمك دعيت لك والله؟ لو كنت ميلت شوي لهون لا سمح الله بجوز كانت إجت بقلبك. الله حماك حبيبي. اسلموا إيديكي أمي. لا تحرك لأيدك كتير، هيك قال الدكتور. خليني صب لكم شاي لأنه شاياتكم بردوا. فاطمة صبي لي شاي إلي كمان عيني. طيب. ما بتغير عادتها. يسلموا دياتك أختي. صحتين وهنا، هات حبيبي. خدي، أنا لا تصبي لي، إجا موعد نومتي، ما بدي تطير الناعوسة، صبي لها لميسر. آه شو سويتي له؟ غيرتي له ضماد ما؟ هي هي اليسار؟ لسات عم تنزف. لمعي. عفوا، بعتذر. وجعتك شي؟ يا الله، أنا كتير آسف. حبيبي يلا خد الشاي لمرتك. ماشي، أنا فايت نام، يلا بخاطركم. لا تواخذني. عفوا اسف. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. ما اطيب قلبه هالزلمه، الله يحمي. تاكلي؟ بكره ما فيك تنزل على الورشه وانت هيك. اصلا ما ضل عنا شغل كتير، بعد يومين رح نسلم البيت. بدك تروح على الشغل؟ لازم داوم، عيب ما بيصير. صار لي زمان ما رحت. امتى رح يفرزوا لنا حدا يحمينا بقى؟ بس كمان لبين ما يقرروا يحطوا لنا حماية لازم ندير بالنا على حالنا كتير منيح، لأنهم ما رح يتركونا بحالنا. صدقوني مصطفى ما هاجمكن من حاله، هنن اللي حرضوه بعتوه حتى يعمل هالشي. أمي بلا هالسيرة. اليوم أنا كنت كتير خايفة ومرعوبة. شو كنت عملت لو صار لك شي؟ أمي مشان الله لا تنزعي لي مرائي. شبك ابني؟ أنت جنيت؟ لك اليوم كنت رح تموت؟ أمي أنا اليوم حسيت أحلى إحساس بحياتي. كأنه مراد عم يندهلي. راح تحبني، صارت توثق فيني. يلا فوت نام هلأ ابني، ارتاح لك شوي. ماشي. يلا تصبح على خير. تصبح على خير. وانت من اهله؟ فينك تفيق بكير ولا فيقك انا؟ لا بفيق لحالي، وبطريقي بوصل فاطمه معي على شغله. ما بسمح لك تسوق السياره وانت هيك، انا بوصلكم انتوا الاثنين وبرد برجعكم لهون. مثل ما بدك. واذا بترتاح بالبيت بيكون احسن. تصبحوا على خير. تلاقي الخير. وانا كمان. خليني فوت نام. شو مشان الرسالة؟ ابني العزيز، وهي كمان رسالة بكتب لك ياها بس كأني عم حاكي حالي. كل مرة بكتب لك بقول بلكي هالمرة بتزبط وبترد علي. من وقت ما توفى المعلم غالب بنقطعت أخبارك عني وما عادت أعرف عنك شي. يا الله، ما عاد وصلتني أي أخبار عنك. معناتها كانوا عم يتراسلوا مع بعض. حياتي بدونك ما إلا أي طعم، لأني ما عم حس فيها أبدا، راح تضل ناقصة دائما. مثل ما بيقول الشاعر، حياة بلا جدوى. يا ريتو يقرأ هالحكي. Thank you.
بتمنى تقصر كل هالمسافات اللي بيناتنا، وبتمنى لو غمض وفتح فجأة لاقيك واقف قدامي وقدر ضمك لصدري وارجع عيش من أول وجديد. كريم. ايه حبيبي. الو امي، ميسر عم تتسمع عليكم، وقفت لكم ورا الباب. شو عم بيقول ميسر؟ ستي ميسر عم لم فتفيت الخبز من هون لانه حرام ندعس عليها. بكره فيكي تنطفيها بالمكنسه. انت كمان هون؟ فكرتك طلعتي لبرا. تصبحي على خير. وانت من اهله؟ طفي ضو المطبخ؟ ايه طفي. بدي أعرف إكمالة الرسالة.